وكما قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم ثم أراد أن يتوسع؟ الكتب التي يبدأ بها طالب العلم المبتدئ أنصحه إذا كان يجيد القراءة والكتابة أن يقرأ في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد فهو كتاب عظيم، وأن يقرأ أيضا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يقرأ في القول المفيد لأخينا محمد ابن عبد الوهاب الوصافين، وهكذا بلوغ المرام ورياض الصالحين. ثم بعد ذلك نعم الكتب تتداعى، أنت قرأت في هذه الكتب، بعد هذا نفسك تذوب إلى كتبنا أخرى، وحفظ القرآن إن استطعت أن تبدأ تحفظ القرآن. ونسيت شيئا وهو مسألة اللغة العربية لإخواننا، على عاجم مهمة، فإن القرآن عربي وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عربية، فإذا كنت أعجميا لا تفهم اللغة العربية ربما يأتيك شخص في هيئة إسلامية ويبشر لك القرآن على غير تفسيره، كما حصل من المعتزلة. الآن فيه معتزلة جديدة، حزب التحرير نوع من المعتزلة الجديدة، أي نعم، وكما حصل من غيرهم. فربما يأتيك شخص ويبشر لك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على غير تفسيرهما. نعم.